وللنقاش حول استمرار التظاهرات في الأحواز العربية وامتدادها إلى باقي المحافظات الإيرانية، معنا من ستوكهولم الناشط الأحوازي السيد طاهر الأحوازي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وشكرا للاستضافة أستاذ. حياكم الله. كيف تقيمون الأوضاع الآن في المدن الإيرانية أو العربية المنتفضة ضد السياسات الإيرانية؟ بالطبع بالنسبة لانتفاضة الأحواز، طبعا لابد أن نشير لموضوع مهم، أنها تقريبا ممتدة منذ احتلال الأحواز. خاصة سلطات الاحتلال الإيرانية لم تنظر بعين يعني ولو جزئيا بالرحمة لشعبنا العربي الأحوازي، واستخدمت ضده كل سياسات القمع، وبالواقع في بعض الأحيان تصل إلى التطهير العرقي. بالنسبة للانتفاضة الأخيرة التي انطلقت يوم 15 من هذا الشهر، هي امتداد لكل تلك تحدثت عليها، قضية المياه وقضية كثير من الأمور. قضية الانتفاضة اليوم تتسع واتسعت تقريبا في أكثر مدن الأحواز الكبيرة، يعني مثلا الأحواز العاصمة نفسها يتواجد بها أكثر من 3 ملايين مواطن، هي وضواحيها، وهناك عبادان والمحمرة ومحشور والخفاجية والبسيتين والحميدية، وطبعا انتقلت لأقاليم وشعوب. طبعا نحن لدينا جبهة تسمى جبهة الشعوب الفارسية الذي تتضمن في تحت خيمتها شعب أتراك أذربيجان الجنوبية، الذي يعدون أكبر شعب أو قومية كما تسمى يعني عند العامة في أذربيجان الجنوبية، أتراك أذربيجان الجنوبية، وهم يعدون تقريبا 40 مليون نسمة. هذه وأيضا كردستان الإيراني وبلوشستان والشعوب الأخرى. الأخوة الأتراك يعني عدوا لهذه المظاهرة والمساندة طبعا أولا لإظهار مشروعية نضالهم، وأيضا مساندة لشعبنا العربي الأحوازي. والآن يعني عندما نشاهد هذه المسيرات عند الشعوب تعطينا رؤية لشرعية انتفاض شعبنا. سيد طاهر، هذه ليست الانتفاضة الأولى في الأحواز، وربما لن تكون الأخيرة بطبيعة الحال. وفي نفس الوقت التعامل أو السلوك الإيراني أو النظام الإيراني تجاه هذه الانتفاضة تقريبا متشابه مع المرات السابقة، كما حصل في 2019 على سبيل المثال. كيف تنظرون إلى هذا السلوك؟ بالطبع هو سلوك شوفيني. عندما نتحدث عن يعني قضايا القمع وقضايا الاعتقالات والقتل، والآن يعني في المحتقلين الأخيرين لدينا محتقلين يعني احتقلوهم بالشارع سالمين، ولكن توفوا تحت التعذيب اليوم وأعلنوا عن أسمائهم وسلموا جثث لأهلهم. هذا القمع طبعا لا يشهد له تاريخ الشعوب، وأتصور المنظمات الحقوقية في العالم إن كانت دولية أو حكومية تشهد بالقمع اللي يقوم به، خاصة أنه الرئيس الإيراني المنتخب هو متهم بجرائم يعني عديدة ارتكبها منذ بداية تنصيبه، أصلا منذ بداية أقامة هذه السلطة. اليوم لدينا نحن مدن محاصرة، مدن حتى الطير ما يطير عليها مثل مدينة الخفاجية، يعني اليوم مسكرة الخارج والداخل عليها، ضمن الحراك داخل المدينة للشباب ورفع الشعارات، وأيضا منددة بما تقوم به سلطة طهران. الأحواز العاصمة الفلاحية ومحشور، آخر أخبار طبعا احنا مع الأسف سلطة الاحتلال يعني قطعت الإنترنت كعادتها مثل المرات السابقة، والآن طبعا من قناتكم الشريفة أنا أطالب العالم وخاصة مجلس الأمن أن يتحرك بأسرع ما لديه حتى ينجو ملايين البشر. وهناك يعني حتى قائد الحرس الإرهابي الثوري الإيراني نزل في الأحواز منذ يومين
من أجل قمع الانتفاضة وقتل أكثر وتصفية نشطائنا وتصفية أبناء شعبنا. ما المطالب التي يرفعها المنتفضون في هذا الحراك سيد طاهر؟ بالطبع هذا الذي نسمعه نحن بالهتافات بالروح بالدم نفديك في يا أحواز، وهي منطلقة من قضية البرامج والخطط التي تقوم بها إيران، قضية التهجير وإخلاء الأحواز من أهلها العرب. والشعار الأساسي في كل ما يوصلنا من أرض الأحواز المحتلة هو يعني نفدي أنفسنا، ورفعوا العلم الوطني الأحوازي في كثير من الساحات وخاصة في الأحواز العاصمة. هذا الشعار الأساسي. طبعا هناك كل ما نسميه يرتبط بالحياة اليومية هو مفقود عند الإنسان الأحوازي، ابتداء من قضية العمل وصولا إلى الخدمات العامة، وبالنهاية قضية المياه الذي لا يتمكن الإنسان يعيش بدون مياه. وفي الواقع هاي نفسها يعني تتطلب من العالم التدخل السريع لإنجاح يعني سلامة المواطنين. إيران تدعي أنها فتحت بعض المياه. أهلنا في المناطق التي قطعت منها المياه مثل نهر الكرخور كارون يقولون المياه مالحة. أضيف لمشاهدينكم الكرام، هناك سد أنزلوا به المياه من منطقة شيراز، سد، وهناك جبل ملحي نزلوا المياه من هناك وبنوا سد في منطقة الغنيطرة وتستر، والآن فتحوا اتجاه نهر الكرخة وأماكن أخرى هذه المياه التي أهل المواشي يقولون أن المياه وصلت، ولكن الجاموس وغيره لا يتمكن شرب هذه المياه. وبعدها فترة قليلة يعني تتعرض صحة الحيوانات والمواشي إلى خطر الفناء. فبالواقع السلطة الإيرانية ماذا عن موقف العالم والموقف الدولي من هذه الانتفاضة سيد طاهر؟ بالطبع احنا لا بد ان نقول العالم مع الاسف يعني الموقف يعني مخجل حقيقه، ضمن انه الامم المتحده يعني نددت بجريمه ايران، الولايات المتحده نفسها يعني تصريحين لحد الان اتجاه هذا الشيء، ولكن هذا ما يمنع قتل شعب وقتل حياه بالواقع في جغرافيا تمتد يعني حدود 430 الف كيلومتر حسب اخر احصائياتنا والقياسات الجغرافية. شعبنا اليوم حتى في البيوت المياه لا يعني ليس صالحة وليس سالمة للاستخدام، وكل شعبنا يعني يشتري القناني ضمن وجود 5 نهر عملاقة. أنا أضيف لمشاهديكم الكرام ولسيادتكم نهر الكرخة، نهر كارون، نهر الجراحي، نهر الزهرة، وأنهر أخرى عملاقة. يعني نهر كارون 900 كيلومتر يمتد من سلسلة جبال زاغروس وصولاً إلى شط العرب، وهذا كله اليوم شعبنا ويمكن المشاهدين والمتابعين شاهدوا يعني الحرس الإرهابي الإيراني أصبح ينقل المياه بالمخازن ونحن لدينا 5 أنهر. حقيقة السلطة لا تبالي بقتل شعبنا، وهذه الخطط أصبحت يعني معروفة للجميع. سيد طاهر، ما المطلوب من هذه الانتفاضة أو الحراك كي يتجاوز الأخطاء السابقة في الانتفاضات السابقة ويحقق بعض المطالبات أو المطالب؟ بالطبع احنا من قناتكم الكريمة ندعو شعبنا وأبناء شعبنا العربي الأحوازي أن يأخذوا الحيطة والحذر، وهذا عندما نتحدث عن هذا الأمر يعني في الأشهر الأخيرة أحمدي نجات رئيس الجمهورية السابق للدولة الإيرانية أعلن أن المخابرات الإيرانية تدخل عناصر مخربة للمسيرات للمحتجين. نطالب أبناء شعبنا أن يأخذوا الحذر بين المتظاهرين والمحتجين السلميين، لا يسمحوا لعناصر مخربة. المقاومة حق شرعي وكفلتها الأمم المتحدة، وليس ولكن ما يحصل بعض هنا وهناك في داخل المدن الأحوازية بالواقع يعني الكثير لا يؤيده، ضمن أن القوات الأمنية تهاجم العوائل وتهاجم المواطنين وتهاجم المسيرات وتجبرهم أصلاً للدفاع عن أنفسهم. هنا وهناك من الممكن أن
يواجهون القمع شكرا. الإيراني، ولكن مع هذا احنا نقول ونحمل سلطة الاحتلال كل ما يحصل، كل ما من يحصل. ستوكهولم الناشط الأحوازي طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا لك.